النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلينا في الأول نبتدي بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح وأبرزها توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة، بحيث إن هو يعكس عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة وكمان القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقا لأعلى المعايير العالمية. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراء العمراني. الحكومة أيضا أعلنت عن موعد الأجازة الرسمية بمناسبة أعياد الفطر وتحرير سيناء من يوم 20 لحد يوم 25 من شهر إبريل الجاري. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة، بحيث يعكس من ناحية الشكل والمضمون عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراء العمراني، وأكد مدبولي حرصه على متابعة حصول أهالي الجزيرة على التعويض الرضائي المناسب سواء من وحدات بديلة أو تعويض مالي أو خلافه. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود تطوير شركة مصر للطيران والخطط المستقبلية للشركة، وأكد رئيس مجلس الوزراء إننا كدولة بنعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على النحو اللي بيعظم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرار بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 إبريل الجاري حتى يوم الثلاث الموافق 25 شهر إبريل الجاري أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وده بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن آخر موعد لقيام مؤسسات المجتمع الأهلي بتقديم مستندات توفيق الأوضاع الخاصة بيها هو النهاردة دون وجود أي نية لمد تلك الفترة مرة أخرى. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها تجهيز 15 صومعة في محافظة المنوفية استعداداً لموسم حصاد القمح، وكان أيضاً هناك تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية في محافظة الأسكندرية. امبارح كمان في المحافظات صندوق التنمية المحلية قدم قروض للشباب لتنفيذ 96 مشروع متناهي الصغر في الشرقية، وأكثر من 2 مليون سيدة استفادت من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في البحيرة، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الشرقية اللي تم فيها الإعلان عن إن صندوق التنمية المحلية قدم قروض للشباب لتنفيذ 96 مشروع متناهي الصغر بتكلفة 1,692,000 جنيه، وده في إطار الدور اللي بيقوم بيه الصندوق لدعم اقتصاديات القرى وتحويلها لقرية منتجة. في المنوفية تم رفع درجة الاستعداد التام لموسم توريد القمح السنة دي والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها كافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، مع عمل متابعات ميدانية لعمليات توريد الأقماح، وبلغ إجمالي مواقع تخزين الأقماح بالمحافظة 15 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 192,000 طن. في الوادي الجديد تم وصول معدات وتجهيزات مركز تجميع وتصنيع الألبان المنفذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، وده بيعد أول وأكبر مركز من نوعه بالمحافظة لتعظيم الاستفادة من الألبان وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لمربي الثروة الحيوانية. في البحيرة تم الإعلان عن إن إجمالي عدد السيدات اللي استفادوا من إجراء الفحوصات منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وصل ل 2,892,000 سيدة بنطاق المحافظة. كمان تم إحالة 57,253 لتلقي التقييم والعلاج بالوحدات والمستشفيات.
في الإسكندرية تم تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية، وتم إجراء امتحان ل 176 من المواطنين بنطاق حي المنتزه أول اللي بيجيدوا القراءة والكتابة، وده للوقوف على مدى قدرتهم التعليمية ومدى احتياجهم للالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة للمزيد من التعليم. في سيناء فاز 25 مواطن من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية داخل مدينة نخل في قرعة توزيع الوحدات السكنية. في الغربية أعلنت جامعة طنطا عن إجراء أول عملية جراحية بنجاح في مستشفى الجراحات الجديد لتطويل أوتار الطرفين السفليين لطفل مصاب بشلل دماغي وتشوه في الطرفين السفليين واعوجاج في القدمين. نجاح الجراحة بيعد نتاج التجهيزات الطبية المتميزة بمستشفى الجراحات الجديد اللي بتضاهي المستشفيات العالمية.